السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. كنتمنى تكونوا بخير ولا خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة رائعة في تبييض الجسم وإزالة السواد. جربتها ونالت إعجاب ديالي، قلت لما لا انني نشاركها معكم. ندوز المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بالمكونات ديال الوصفه اللي هي مكونات اقتصاديه ومتواجده في كل بيت. اول مكون عندنا هنا هو 2 معالق ديال النشا، وعندنا كاس ديال الحليب فايض مغلينه مزيان ويكون سخون في هذه الوصفه، وعندنا صابونه ديال الطوس طبيعيه ما فيهاش حتى ريحه. غادي ناخذ غير نص ديالها. ندوزو الطريقه. غادي ناخذ الحكاكه الرقيقه باش اننا نحكو فيها داك النص ديال الصابونه. ضروري اننا نحكوها في الحكاكه الرقيقه باش انها تذوب معنا بالزربه في داك الحليب ديالنا. غادي نحك النص ديالها ونرجع معكم. يكون هذا هو الشكل ديال الصابون ديالنا من بعد ما بشرتها. خديت غير نص ديالها هو اللي حكيته. وكنضيف ليها الحليب وهو سخون، ضروري انه يكون سخون مزيان. وكنبقاو نحركو حتى يذوب لينا داك الصابون ديالنا. كنأكد على ان الحليب يكون غليان مزيان باش يذوب لينا الصابونه بسهوله. عليه 2 معالق ديال النشا الذره، وكنستمر في التحريك حتى يندمجوا لي العناصر مع بعضهم ونحصل على شكل كريمي. كنخلطو مزيان باش ما تبقاش ديك التكتلات ديال النشا، وحتى الصابونه تكون دابت لينا مزيان. غادي ناخذ الفوي احسن من سباتيل، وغادي نحاول ندوب به هاد الصابونه ونخلط كذلك دوك الحبيبات اللي كيكونوا في النشا باش يندمجوا لينا كاع هاد العناصر.
كتشوفوا معايا الصابونه ديالنا ذابت في الحليب ونشات ذلك تخلطات، يكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا او الوصفه ديالنا. هذه الاثناء غادي نفرغها في واحد العلبه وغادي نضعها في الثلاجه. من بعد ما فرغت هاد الوصفة في العلبة فغادي نوضعها في الثلاجة على الأقل مدة 3 ساعات أو نديروها ليلة كاملة، وفي الغد لي عاد كنخدمو بالوصفة ديالنا. ما خليت الوصفة ديالنا في الثلاجة لمدة 3 ساعات، كيكون هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا. تكون الوصفة ديالنا واجدة أننا نستعملوها. كتشوفوا القوام ديالها كيولي كريمي. كنوضعوه بهذه الطريقة على الجسم ديالنا، أي منطقة بغينا نحيدو منها السواد أو نفتحو اللون ديالها كنوضعوها بهذا الشكل هذا، وكنخليوها لمدة ساعة او على الاقل نصف ساعه، ومن بعد كنغسلوه وكنوضعوا كريم مرطب من بعد منه، اي كريم مرطب كتفضلوا. ضروري قبل ما نوضعوا الوصفه تكون البشره ديالنا درنا ليها مقشر قبل. كيف شفتوا معايا البنات الوصفه سهله واقتصاديه وفي المتناول ديال الجميع، والنتائج ديالها جميله ورائعه. جربتها وعجبتني فقلت علاش لا اللي ما شاركهاش مع الاخوات ديالي يستافدوا حتى هما بدورهم. الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.